ويلكم تو ليرن انجلش بس بس محمد سعد، تعلم انجليزيه مع مستر محمد سعد. النهارده حل نماذج الوزاره سنه رابعه ابتدائي منهج كونكت الترم الثاني، حل السؤال اللي تشوز الاختياري. هنا بيقول read and choose the correct answer، اقرا واختار الاجابه الصحيحه. احل السؤال ده ازاي؟ اول حاجه افتح عيني كويس، ما بستعجلش، اشوف المعنى، اشوف الزمن، اشوف الترجمه، اشوف المفرد والجمع، اشوف اللي قبلها واللي بعدها. حركاتك يا هولندا، زغزغاتك يا هولندا، تاثيراتك يا هولندا، هوضح معنى الكلام ده ايه واحنا بنشرح. اي فيديو جرامر انت عايزه هتلاقيه في قوائم التشغيل، اي فيديو هتلاقيه في قوائم التشغيل. هنا بيقول نمبر 1، هي ديد ذا انفورميشن ريسيرش ويبسايت on his cell phone because he can't use a tablet. انا بترجم كويس، انا مش عارف حاجه. هو عمل ايه على التليفون بتاعه لانه مش قادر يستخدم التابلت؟ هي ديد ذا ايه؟ هو عمل المعلومات ولا عمل الموقع ولا عمل ريسيرش؟ عمل بحث، يبقى المعنى عايز ريسيرش على طول. انا بترجم يا جماعه، اشوف الترجمه زي ما احنا قلنا. تمام، اديها اللون بتاعها، اديها اللون ده يلو. هنا طبعا هو عاملها كابيتال اول الكلام بالنسبه له هو، لكن احنا بالنسبه لنا احنا نص الكلام. تمام، نمبر 2، بريكنج يعني الكسر، سايكلينج ركوب الدراجات، ريسايكلينج اعاده التدوير، از جود تو ذا انفايرمنت يعني كويس لايه؟ للبيئة. You can use things again، انت تقدر تستخدم الاشياء مرة اخرى. يبقى على طول ايه؟ انا طبعا ترجمت، يبقى على طول استخدم الاشياء مرة اخرى، مرة اخرى، يبقى recycling اعادة التصنيع او التدوير. تمام، ايه دي هالكالر الجميل بتاعها؟ يبقى recycling يعني اعادة التدوير. نمبر 3، I was 6 years old when I first went to school. طبعا هنا كابيتال عنده هو، مش عندنا ايه؟ مش عندنا احنا. تمام، انا كنت 6 سنين لما ايه؟ رحت المدرسة. تمام، اشوف اللي قبلها، انا مش عارف حاجة اصلا. اي انا متاخدش اس، مع السلامة، في زمن المضارع البسيط اي انا متاخدش اس، مع السلامه، مش نافعه، دي مش نافعه اصلا بناء على اللي قبلها. طب هختار جو ولا وينت؟ الاثنين ينفعوا. اشوف زمن الجمله، هنا بيقول لي اي واز، انا كنت 6 سنين عندما ذهبت، يبقى ماضي. طالما هنا ماضي يبقى لازم ماضي، عشان في وين رابطه بتربط بين جملتين نفس الزمن، يبقى ماضي مع ماضي، يبقى وينت على طول، ذهبت ماضي بسيط. تمام، اديها اللون الجميل بتاعها. نمبر 4، if you are not useful, careful, colorful on the road you will have an accident. عاوز اقول لو انت مش ايه على الطريق هتعمل حادثه. هنا طبعا الكابيتال بتاعته هو. تمام، عرفنا ايه الدنيا ماشيه ازاي. لو انت مش ايه على الطريق هتعمل حادثه. مش مفيد يوسفول طبعا، لا. مش كالرفول متنوع الالوان او زاهي الالوان طبعا، لا. يبقى على طول لو انت مش حريص، لو انت ايه؟ if you are not careful. يلا repeat after me careful. يلا ما تقعدش تتفرج عليا كده تقول يا حلاوه يا ولاد ايه الحلو الفيديو الحلو ده، لا ما تقولش كده. اشتغل معايا وهات نوت بوك كراسه وهات ايه بنسل واشتغل معايا. تمام، نمبر 5، كوسكوس كان also be eaten with sugar. يعني ايه اكلة ايه؟ وجبة الكوسكوس، الكوسكوسي اللي هي ايه مشهورة في المغرب طبعا، ممكن ايضا تتاكل بيه بالسكر. it is famous، هي مشهورة. ها ايه المشهور؟ in Morocco في المغرب. vegetable خضروات طبعا لا، fruit فاكهة طبعا لا. it's a famous dessert يعني تحلية بعد الأكل. يا نهار أبيض على الكسكسي، اديها يا جماعة اديها. تمام، number 6، okay you need to create a password footprint song to log
into the school website. علشان تخش على موقع المدرسة محتاج تعمل ايه؟ محتاج تعمل ايه على طول؟ سونج اغنية طبعا لا، footprint طبعا لا، يبقى محتاج تعمل password. يعني ايه؟ يعني كلمة ايه؟ كلمة سر. تمام. number 7، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ احنا عاوزين 7 يا جماعة، مش عاوزين كله. اوكي. اوكي. We went to the sea last week. احنا ذهبنا الى البحر الايه الاسبوع الماضي. الجملة في زمن الماضي اهو، went يعني ذهب، بتدل على الماضي البسيط. وهنا last week الاسبوع الماضي، last من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط. في went يبقى ايه الفعل هنا في الماضي، يبقى ماضي بسيط. احنا ذهبنا الى البحر الاسبوع الماضي. We played لعبنا and وايه swam عمنا، swim يعوم ولا swims يعوم في البحر. we اصلا we played and طبعا هنا هو swims طبعا مش نافع مضارع بسيط ولا swim مضارع بسيط، يبقى على طول swam عمنا ماضي بسيط. ذهبنا وعمنا، played لعبنا عمنا، كله ماضي بسيط past simple. تمام. هنا كابيتال عنده هو مش عندي انا، عندك انت حبيبي مش عندي انا. تمام. number 8، we should shouldn't can't turn our phones off at night. it's healthy. ده صحي، صحي ان احنا نعمل ايه؟ تعال نقول نطفي تليفوناتنا بالليل، ده صحي، يبقى نطفيها ولا نطفيهاش؟ يبقى نطفيها. يبقى can't لا نستطيع مش نافعة معايا، shouldn't يجب ألا مش نافعة معايا، يبقى we should يجب أن نطفي تليفوناتنا بالليل، ده شيء صحي طبعا، ما نسيبهاش مفتوحة كده. تمام. number 9، وعندكم انتوا في نموذج الإجابة أول 5 مترقمين 5 وبعد كده مترقم 5 ثانية، يعني إيه من 1 ل 5 تانيين. أوكي. number 9، we say sorry احنا بنقول اسفين when we make a cake mistake snake. تعال نترجم، انا مش عارف حاجة. احنا بنقول اسفين لما بنعمل ايه؟ كيكة؟ لما بنعمل تعبان snake؟ ولا لما بنعمل خطأ؟ يا على طول mistake. we say sorry when we make a mistake، احنا بنقول اسفين لما بنعمل ايه؟ لما بنعمل غلطة make a mistake. تمام. number 10، the last one here. I go to school by on in foot. it's near my house. تعال نترجم، انا مش عارف حاجة. انا بذهب الى المدرسة بواسطة ولا على ولا في foot الاقدام. it's near my house ده قريبة من المدرسة. ابص على اللي قبلها واللي بعدها، انا مش عارف حاجة. واحد يقول هاي الوسيلة المواصلات تاخد باي، هو فين وسيلة المواصلات يا ابني؟ ده هنا بيقول لي فوت، يبقى سيرا على الاقدام، يبقى اون فوت على طول، اون فوت سيرا على الاقدام يا ابني، بطل استعجال. تمام. انتهى الفيديو بتاعنا. عجبك اديها سبسكرايب، اديها لايك، اديها شير. اي جرامر اي فيديو محتاجه هتلاقيه في قوائم التشغيل. اشوفكم على غير في فيديوهات جاية كتير لجميع الطلاب جميع المراحل جميع الصفوف. هعمل فيديوهات تغطي المنهج كله مراجعة. جود باي، مع السلامة.